صدت خوش صيدة شوفي ولا حبة انكسرت ما شاء الله. شايفين هذا اللي يقول عنه شنو؟ مكسر العيش حبة بروحها. ليش انا شو اسوي في العيش؟ اطبخه لما احس انه شو حتى ماكو حكوك ها؟ سمعي ما شاء الله ما في حكوك بس ينن الحبة وايد طويلة ما شاء الله. رويانة يسمونها رويانة. رويانة انا الزبيدية او قصدي بالشيبس مال العيش اعطي نار حام يا حيل لين نشف اطفي سيده بس يعني ما واخليه يرتاح ما عندي طريقه يعني ما تحطه على الحديده مثل ما يقولون لا 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 ما له داعي وحنشوفوها كاو حار شحلاته ان شاء الله صار له خالص تقريبا فوق النص ساعه والحبه مرتاحه وحلوه وعوده اي يبي له شنو ام احمد؟ دهن عداد لا حطيت انا كفايته إيه؟ هني حركته فلفل وتخيل خليه كزبره تزين يبي لك كزبره والله شلون زين اذا تقدرين المخرج قاعد يتحرج فيني يقول حكي مو زين هذا نعناع يضحك مخرجنا حبيبي جراح يهددني المخرج شو اسوي له؟ شايفين حبة العيش يا جماعة والله يا ليت يعني تشوفون لكم طريقة وتسوون بنفس المستوى هذا هذا راح يكون في عيش زايد أنا الحين أودي أستعمل اللومية هذه تزيين بعد نحطها كذي وتحط يمها السمكة أيوة ممتاز وهذه كذي بس خليه خليه نعم شوفها بالشاشة كذي لما ننزل الزبيدية هذا المنظر اللي يحبه كل يحبونه ربعنا الكويتيين العتج مو هذول اللي توهم متعلمين لازم مقلية قراطيس يبي البيضة تشوف الزبيدية بيضة بس لازم ترى قاعد تسولف والله سحابي لي انزلها هذه يبي لها شلون تغرفين شايفه هذه؟ ايه هبره كذي تيج ترفع حيل هذه مال تاكل بدينك ما تاكل بدينك احنا ورجيها احنا ورجيها شوي شوفي شوفي هذه شوف تيج ترفع ترفع الزبيديه يا سلام وهالصوب اكو عظم هالصوب اكو عظم ايه حواليه اللحم يحلشونه اصلا ما حواليه هذا الترف اللي تخلطينه شيء لحمة البطن هذا ايوه لحمة البطن وبعد اختها ترى لحمة الصبورة بالصبورة نفس المستوى ما شاء الله طبقنا مال اليوم ودنا بنطبق صبور بسويه ينن بسوي مطبق صبور كله دهنة تصير هاليومين ترى موجود الصبور ما نزلنا المقادير ايش رايك هاليومين ترى ايه؟ على فكره موجود الصبور لا بس وقتها. صغيرات انا ناطر شوي يكبرون ايه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله خلينا مخرجنا نشوف مقادير الجيرمن كيك اول مالت ام احمد الكيكه الالمانيه عباره عن كوبين وربع طحين وكوب وربع شكر ونص كوب زبدة لينة بحرارة الجو وقفشة قهوة مذوبة بقفشة ماي وربع كوب كاكاو بودر وكوب لبن خاطر ملعقة صغيرة كربونات الصوديوم وملعقة صغيرة فانيليا وكوب من الكاكاو السايح على حمام ماي مقادير أبو سعد إيه مقادير هذه الكيكة هذه الجيرمن كيك إيه نعم إيه الحين نبي المقادير المطبق مع المرقه اي نبي شو اسمه الحين عندي مقادير الزبيدي كيك الملكيه المطبقيه مطبق الزبيدي هذا يسمونه المدفون او المكسر انا يعني فعلا احترم الذوق اللي يحبها الزبيديه هذه نص زبيديه طبعا من الحجم الكبير اللي انا سويته قدامكم تقدر تحط كبير او صغير كيلو عيش حطيت او يمكن صح كيلو عيش ثلاث بصلات يحتمل اربع راس ثوم كامل هذا ضروري
كزبره ونص كزبره ونص شده كزبره حلوه نعم شنو قمت اخربط نعناك لا 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 كزبره شده كزبره ونص كاتبين كزبره نص وشده نص شده نص شده كزبره كركم فلفل اسود ومسمار وهيل وورق غار مع سمنه حسب الرغبه وحبتين لومي انتم شايفينهم على الشاشه هذول نعم. نبي الحين نشوف المرقه المرقه طال عمركم هذه هذه الملكيه اللي تحكينا عنها نطلع معانا المرقه طبعا انا قريت في تويتر انه يعني قالوا لي ترى ما تفرق عن المطفي اي فعلا ما تفرق عن المطفي لكن اضافه الباميه اضافه الباميه على اساس نوريكم ان هذه ايضا موجوده عندنا بين اهالينا الكويتيين بس في مجموعه يسوونها وفي مجموعه ما يعرفونها نعم. بالضبط نص زبيديه طبعا من الحجم الكبير اخذنا النص الثاني صوب الراس طماطتين بس كبار شويه مقطعين صغار اربع بصلات معجون طماط علبه واحده من مرات التمويل اللي اعطونا اياهم هالمقاس نص كيلو باميه راس ثوم كامل بعد علبة صبار أنا العادة أحط نص بس أم أحمد أكرمتها المرة حطت علبة أحلى إي فالطعم طلع طيب وايد كزبرة أعتقد أنا ما حطيت شدة واحدة شدتين أنا حاط شدتين إي الكزبرة تبي المرقة تبي كزبرة زيادة صح. نص شدة نعناع لأن ما نبي طعمه يطغي وثلاث حبات لومي أسود كاهم موجودين حبتين وواحدة مدفونة وكل شيء تمام وهذه المرقة اللي تينن نعم وهني طلعت ابو سعد شو اسمه اي بس خليني اقول لك بس هني الاضافه اللي انت حطيتيها الفلفل الخضر هذا الفلفل اي هذا اضافه من ام احمد ما كانت مكتوبه بالمقادير حقي هذه هذه حق ام احمد هني لما طلعوا نعم جدا طريه لو تلاحظون اي هشه وايد طريه الكيكه ننطرها لما تبرد وايد طريه كذي ما نقدر نقصها نحطها بالثلاجه وبعدين نقصها طبعا راح نقلبهم نقلب الغاب اي نقدر نقلبهم اذا هذا نقلب لو وحده نحاول نقلب واحده تقلبين واحده اي بس يشوفون شلون نقلبها تفتشون بس الاطراف ليش؟ لأن تحت مثل ما قلت لكم احنا اوريدي قلفناها. عظيم. حار بس عاد دير بعد. ماكو مشكلة. طقطقوها شوي. بس. هذه كيكتنا. والكيس هذا كاهو. هذا ينشال. ايه؟ ينشال. ها بكل سهولة ينشال. ما شاء الله شوف شلون سفنجية فعلا. ينن وريحتها بصراحة خطيرة. وهذه كيكتنا اللي احنا خلصناها ننطرها تبرد وبعدين تقصون كذي خالصين يا جماعه اذا في اي قصور من عندنا سامحونا عن القصور انا ومحمد نجتهد كثر ما الله يقدرنا نجيب لكم شيء على الاقل طيب ولذيذ وشوي يكون في غرابه بعد لكم لان كل الكويتيين في بيوتهم يطبخون وكذي فان شاء الله يكون وفقنا اليوم وما حد لما اطلع عند باب الشاهد ما القى جماهير كذي ايش سويت في الباميه وسويت في الزبيدي مثل ما تعودوا يطق يكسرون القنوات يشكرونك الف شكر ان شاء الله باذن الله تستاهل احنا ما نقدم الا خير ان شاء الله باذن الله من النار يا ابو سعد نحاول نقدم كثر ما نقدر ان نخدمكم انتم يعني كلكم يعني مشاهدين الشاهد وسامحونا على يكسر وحياكم الله وان شاء الله اوعد في يعني كل وعودي اللي اعطيتكم اياها راح اوفيها باذن الله وعليكم بالف عافيه وان شاء الله تجربونها وراح تشكروني اكثر واكثر لان عارفه انا ان طعمها خيالي مثل ما يقولون عليكم 60 عافيه مع السلامه يا جماعه مع السلامه